اهلا وسهلا اصدقاء الاطفال، وحياكم الله في برنامجكم المميز برنامج الرسام الذي يعرض على تلفزيون الكويت. اصدقاء الاطفال، برنامج الرسام فيه العديد والكثير من الفقرات المتميزه. من هذه الفقرات فقره المرسم، اللي بعد شويه نستضيف اصدقاء الاطفال ونتعرف على رسوماتهم الجميله. أيضا كذلك هناك فقرة جدا رائعة اللي هي فقرة الرسم الذكي، اللي نتعلم شيء جديد من رسوماتنا عشان نقدر نطور من رسوماتنا. في نهاية البرنامج أصدقاء الأطفال كالعادة راح نعرض لكم مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع فقرة المرسم. اليوم معانا أمل وعبد الله وعدنان، رسومات جدا جميلة قاعدين نشوفها معاهم. كل واحد له أسلوبه الخاص بالرسم، قصص، كرتون، فنون تشكيلية، لوحات وطنية، مجموعة من يعني الخليط الجميل اللي نشوفه من اللوحات. نبدأ أول شيء مع أمل. أمل شلونك؟ الحمد لله. أمل تعرفين باسمك؟ أمل أحمد عبد الله. أمل أحمد عبد الله، كم عمرك أمل؟ 7 سنوات. سبعة. أمل، اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم أكثر شيء؟ بالبيت. أكثر شيء أرسمهم بالبيت. من اللي شجعك على الرسم؟ أمي وأبوي. إنزين، شنو الألوان اللي تحبين ترسمين فيها أكثر شيء؟ ألوان الشينية. الشينية. ما فكرتي يعني تجربين ألوان ثانية أو شيء كذا؟ مرات أفكر أجرب الألوان المائية. المائية، شنو الأسهل عندك؟ الشينية. الشينية. إنزين، خلينا نشوف أمل أكثر شيء أنتي الأفكار اللي تيجي باللوحة وكذي، شلون تطلعينهم؟ أكون يعني مثلاً أشوف بالبيت مثلاً في أغراض أنقل منها الرسومات. أي مثل هذه نقلتها من كتاب بعد. هذه نقلتها من مسرحية. من مسرحية، وبعد شنو تنقلين بعد منهم؟ أفكار، يمكن شغلات من خيالك تقدرين تنقلين منهم؟ إيه. حلو. هذه كانت من خيالك. من خيالك. يلا خلينا نبدأ بلوحاتك. هذه لوحة أمل. أمل، هذه شنو قصة اللوحة هذه؟ هذه كنا بشهر رمضان وكنت أبي أسوي نفس لافتة حق شهر رمضان، فبعدين كنت قاعد أفكر إن أسوي كذي فوانيس ومسدد فرسمت كذي. حلو. شاطرة يا أمل. شنو مكتوب فوق؟ رمضان شهر الخير. حلو. ألوان شنو هذه أمل؟ ألوان شينية. ألوان شينية. يلا طلعي لنا اللوحات الثانية اللي عندك. هذه شنو أمل؟ هذه سويت مدينة الحلوة. إنزين، شنو اللي ده؟ شنو الحلوة اللي أنتي رسمتهم؟ رسمت كاكاو وآيس كريم ومارشميلو وكب كيك ومصاص. حلو. هذا شنو هذا؟ هذا الآيس كريم والكاكاو قاعد يسمعون موسيقى. شاطرة. طولت معاك اللوحة هذه؟ شوي. يعني كم؟ حوالي نص ساعة كذي؟ يمكن 20 دقيقة، 10 دقائق. شاطرة يا أمل. يلا خلينا نشوف لوحاتك. هذه كذي صح؟ إيه. شنو قصة اللوحة هذه؟ هذه كنا بالزوارة، أمي سوت تحدي إن نرسم، كان في كتاب بقص ولصق إن نرسم الغلاف وأنا رسمتها كذي. اللي هي هذه اللي تحت؟ إيه. إنزين. وهذا شنو؟ هذه لا، كانوا بيوت وقوس قزح. قوس. ألوان شنو هذه؟ ألوان شينية بعد. شنو الألوان اللي داخل قوس قزح؟ أحمر وأصفر وأخضر ووردي وأزرق غامض وفاتح. شاطرة. يلا خلينا نشوف بعد اللوحات اللي عندك. شنو هذه؟ هذه رسمت مجموعة من الفواكه. إنزين، شنو هذا اللي رسمته؟ هذا موز. وهذا؟ هذا بطيخ وفراولة. هذه توت وهذا عرموض. إنزين، شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ هذه ألوان شينية. شنو أكثر شيء أنت تحبين تأكلينه منهم؟ الفراولة. الفراولة. والموز؟
يعني شوية. اي المصباح. يلا خلينا نشوف بعد. يلا شنو هذه؟ هذه سويت الفواكه اول شيء، وهذه سويت خضار. ايه لكن يتحركون صح؟ ايه لهم ريول، لهم ايد، لهم عيون. انزين شنو الخضروات اللي حطيتهم؟ الكوسه والفلفل والجزر وباذنجان والملفوف. شاطره يا امل. هذه يلا خلينا نشوف هذه. يلا امل شنو هذه؟ هذا كنت قاعد ارسم روبوت. زين. وسميته الروبوت لوكو، بس انا كنت قاعد افكر ان اسوي له اشياء احسن مثل التواير على ريله عشان يقدر يمشي اسرع. ان شاء الله طورت معاك اللوحه هذه. يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف السياره هذه شنو قصتها رسمتهم. منو اللي داخل السياره؟ هذه انا واخوي. وزين واللي تحت هذول ليش حطتهم كذي؟ هذا نفس اعلان حق الحلويات اللي نبيع. زين صح شاطره. واللي حاطه فوق كل هذا اعلان؟ اي. زين وداخل السياره شنو هذا؟ ماكينه الايس كريم. هذه اي هذه اللي تبيع الايس كريم وكذي. اي حلوه رسم لوحتك. بعد هذه شنو هذه؟ امل هذه رسمت كب كيك وشاركت فيها بمسابقة، مسابقة إيكيا. إنزين ألوان شنو هذه؟ هذه شينية. شينية. خلينا نشوف هذه. هذه شنو قصتها؟ هذه كنا فيها أسماء، أسامي، وألعاب، ودنيا. هذه كانت مسلسل كرتوني، أهم سويت نفسه. وسويت نفس القصة إن رايحين مدينة الملاهي. زين منو هذيلا اللي مسويتهم؟ هذيلا الشخصيات. شنو أساميهم؟ عليهم كنا أسامي. هذا اسمه عبد العزيز، وهذه أمهم، وهذه هاجر، وهذا عبد الهادي. حلو. وهذا عبد العزيز شنو قاعد يسوي؟ شنو قاعد يفكر؟ قاعد يفكر إنه هو يكسر تليفون أمه بالغلط. وهذا شنو اللي تحت هذا؟ هذا لعبة الهوكي. الهوكي. وهذا شنو؟ هذه الألعاب الصغار. إيه شاطرة. هذه لوحة مجموعة من الشخصيات. أولا شنو هذه؟ شلون سويتيهم أول شيء؟ كتبتي الأرقام كنج؟ لا هذه شاركنا فيها سويناها من ورشة، ورشة باللايف وتعلمنا منها هذه الرسومات. اللي هي كتابة الأرقام. إيه؟ ومن الأرقام تسوون منها شخصيات صح؟ إيه؟ يلا خلني وين الرقم واحد؟ الرقم واحد كان هذا. لا إيه أعتقد هذا رقم أربعة صح؟ ما يعني مجموعة أرقام، هذا مثل رقم اثنين. فبعد عمل الأرقام يتم يعني إعادة كتابتها مرة أخرى عشان تصير شكل كرتوني بهذه الأشكال الجميلة. شنو هذه يا أمل؟ هذا رسمت نينجا. من زين؟ هذا النينجا كان في كرتون ان يعني اللي فيه شخصيات نينجا، بس انا رسمت هذا كان شخصيات ليجو، انا رسمتها على شخصيه عاديه. شخصيه عاديه. هذه فيها اسماء. من الاسماء الموجوده هذه؟ منصور وسالم وعبيد. اي شنو قصتهم؟ هذا بعد كان كرتون انا كنت احبه وايد، ونقلت نفس شخصيات ورسمتهم بالحديقة. شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ شينية. شينية. يلا خلينا نشوف بعد عندك لوحات ثانية.
هذه شنو قصتها هذه يا أمل؟ هذه شخصيات كنت قاعد أخترع الشخصيات الشريرة حق مسرحية، فرسمت هذيل الشخصيتين. يلا هذه أمل آخر واحدة عندك، شنو هذه؟ هذه كانت لوحة، لوحة تعبر عن يعني حبي لدولة الكويت، ورسمت هنا علم الكويت مع البنت قاعد تشوف علم الكويت. شنو ألوان علم الكويت؟ أخضر وأسود وأبيض وأحمر. يلا شاطرة يا أمل، لوحات جدا جميلة وطنية، قصة، أشكال وأنواع. قاعدين نشوف يعني أنا عجبتني اللوحة هذه، يعني طريقة الأرقام لكن بأشكال كرتونية، يعني عندها قصص مثلا، عندها شغلات وطنية قاعدة ترسمها. كل الشكر لك يا أمل. الحين انتقل لي عدنان. عدنان شلونك؟ الحمد لله. عدنان تعرفنا باسمك الكامل؟ عدنان عبد الله محمد. انزين عدنان، اللوحات اللي عندك هذه وين راسمهم أكثر شيء؟ في البيت. في البيت. ما تعلمت من معهد، مسابقات، شيء؟ أنا مو ذاكر يعني، بس كنت أرسم أكثر شيء في البيت يعني. أكثر شيء زين، شنو يعني الشغلات اللي تحب ترسمها أكثر شيء في البيت؟ يعني مناظر طبيعية. مناظر طبيعية، ويعني أحب أشياء ثانية بعد يعني. إنزين شنو الألوان اللي تحب ترسم فيها؟ الشينية أكثر شيء. الشينية. إيه؟ جربت مثلا ألوان مائية؟ إيه ألوان جربت. خشبية؟ إيه جربت. خلينا نشوف لوحاتك. منو اللي شجعك عدنان على الرسم أكثر شيء؟ أمي. أمك. زين ما شاء الله. خلنا نشوف اللوحات عندك، يعني ما شاء الله لوحات عدنان يعني فيها من الروح الوطنية. تكلمنا عن اللوحة هذه. هذه الأبراج الكويت وعلم الكويت. علم الكويت. ألوان شنو هذه اللي لونتها؟ ألوان شينية. ألوان شينية. طولت معاك اللوحة هذه؟ لا كذي خمس دقائق شوي. هذه لوحة عدنان. شنو قصة اللوحة هذه؟ هذه كانت قصة، كنا في ورشة وكانت قصة يعني كان فيها الكوخ والنخلة والقارب، وهذه قالوا لنا لازم نرسمها. إنزين ورسمت الشكل هذا الجميل. هذه ألوان طبعا شينية صح؟ شينية. هذا شنو مكتوب فوق يا عدنان؟ أحبك يا كويت. حلو. هذه طولت معاك اللوحة هذه؟ إيه شوية طولت يعني نص ساعة. إنزين ألوان علم الكويت الفوق شنو؟ الأخضر والأحمر. تحت الأحمر. الأحمر وفوق الأخضر، واللي على الجنب لون أسود وأبيض. والنص أسود. شاطر يا عدنان. شنو هذه يا عدنان؟ هذه سيارة يعني مالت البار. إنزين. ويعني أنا أحب أرسم سيارات عشان تذي رسمتها. وبدون شنو؟ يعني بدون تلوين. بدون تلوين، شكل حلو سيارة جميلة. هذه لوحة شوية متعوب عليها شوية اللوحة هذه. هذا منظر طبيعي كذي يعني، ورا في نهر وفي جبال ويعني في بيت يعني، وفي شمس فوق. في شمس وفي هناك بيت صغير فوق الجبل. في بيت صغير فوق الجبل اللي هو هذا. يعني لوحة جميلة، يعني كلها متروسة ألوان. هذه كذي او كذي، شلون طريقتها؟ لا لا كذي كذي. شنو هذا؟ شنو مكتوب اول شيء؟ هذا كاتب اسمي عدنان يعني بالانجليزي. بالانجليزي يعني كذي خط كخطوط. إيه؟ يعني فري هاند يسمونه، فتكون خطوط متداخله. إيه؟ بهذا الشكل الجميل. عندك لوحات ثانيه بعد؟ اي موجوده بالكراسه واحده هذه. عنده يعني اللوحة هذه بالكراسة آخر لوحة لعدنان. في برجر وبطاط وعصير. ألوان شنو هذه استخدمتها؟ خشبية. خشبية.
شاطر يا عدنان، كل الشكر لك يا عدنان على اللوحات الحلوة. أنا عجبتني اللوحة هذه، جميلة جدا اللوحة. كل الشكر لك يا عدنان على الرسومات الجميلة اللي شفناها، يعني عجبتني اللوحة هذه من لوحات عدنان، يعني ما شاء الله فيها ألوان، فيها يعني تناسق لوني للألوان الخشبية. ننتقل لعبد الله. عبد الله شلونك؟ الحمد لله. عبد الله تعرفنا باسمك الكامل. عبد الله أحمد عبد الله. زين عبد الله، أنت اللوحات اللي عندك هذه وين راسمهم أكثر شيء؟ أكثر شيء راسم في البيت. زين، دشيت دورات مسابقات؟ إيه، دشيت دورات رسم ومسابقات رسم بعد. زين، استفدت شنو أكثر شيء استفدت منه؟ يعني بالدورات ولا بالمدرسة مثلاً، ولا استفدت من التعليم بالبيت باليوتيوب؟ أكثر شيء استفدت من أفتح اليوتيوب وأبحث عن رسومات عشان أرسم. زين عدنان، اللوحات اللي عندك هذه أكثر شيء أنت شنو تحب إنك ترسم بالبيت؟ شنو الشغلات اللي ودك يعني دائما تحب انك ترسمها؟ احب ارسم اشياء اللي اشوفها في البيت، مثلا شفت تليفون احب احاول ارسم الخطوط مالته او اعيد رسمه. حلو، شنو الالوان اللي تحب ترسمها اكثر شيء؟ يعني احب الوان خشبيه وشينيه. الوان مائيه مثلا ما جربت ترسم فيها الوان مائيه؟ جربت الوان اكريليك مثلا. مرة جربت في ألوان أكريليك وفي الألوان المائية. حلو، يلا خلينا نشوف لوحاتك يا عبد الله. هذه لوحة عبد الله، شنو هذه؟ شنو قصة اللوحة هذه؟ منو هذا؟ شنو الشخصية؟ كان في لعبة بالتليفون Angry Birds، في شخصية اسمها ريد، أنا حاولت أرسمها. حلو، هذه شنو الألوان اللي استخدمتها؟ ألوان شينية. ألوان شينية، يلا خلينا نشوف هذه. هذه أعتقد كذي صح؟ إيه، لا العكس. العكس كذي إيه. تصير. شنو قصتها هذه يا عبد الله؟ هذه التليفون. إيه، هذا التليفون راسم وحاط فيه تطبيقات هذا شنو هذا؟ هذا في كرتون نينجا مال ليجو، انا حاولت ارسم شخصيه منه وحطيتها خلفيه حق التليفون. خلفيه حق التليفون. الوان شنو هذه؟ الوان شينيه. الوان شينيه، دقيقه خلينا نشوف هذه. هذه حلوه. هذه شنو قصه اللوحه هذه؟ كنا بعيد الاضحى وكنا بالزواره و سووا إن لازم نرسم خروف العيد، وأنا رسمت هذه الرسمة. حلو، شنو مكتوب داخل خروف العيد؟ مكتوب هل تعلم أن الخروف يكون سعيد عندما نذبحه؟ معلومة يعني. معلومة. جزاك الله خير، رسمة حلوة من يعني عبد الله عن عيد الأضحى والأضاحي. هذه بعد عن عيدكم مبارك بعد صح؟ اي، هذه التكمله حق الرسمه. حق التكمله شنو؟ مكتوب؟ مكتوب الى اللقاء، ساذهب الى المواشي لكي يذبحوني. رسمه جميله جدا من عبد الله. يلا خلينا نشوف اللوحات الثانيه. عبد الله احمد كاتب اسمك. شنو الشخصيه هذه؟ هذه الشخصية من نفس الكرتون مال نينجا مال ليجو، حاولت أرسمها داخل دائرة. ما شاء الله، يعني رسومات كرتونية جميلة جدا. هذه شنو هذه يا عبد الله؟ هذه من نفس الكرتون شخصية ليجو روبوت، حاولت أرسمها بشكل أكبر. بشكل أكبر لكن بهذا الشكل الجميل. ما فكرت تلونها عبد الله؟ لونت شوية وبعدين قلت إن شكلها حلو كذي. يلا خلينا نشوف هذه. غير هذه نبي نركز عليها شوية كذي أو كذي؟ لا بالعرض كذي صح؟ إيه.
هذا حرف شنو هذا؟ هذا حرف الدي. وشنو سويت؟ شنو قدرت تسوي عليه؟ الديناصور. ديناصور. وهذا حرف شنو هذا؟ هذا حرف الكي. الكي صار شنو؟ مفتاح. كي نفسه. وهذا حرف شنو؟ حرف الاي. صار شنو؟ حلزون. حلزون. حلو. وهذا حرف الام؟ صار فار. صار ماوس. وهذا اي؟ صار فيل. فيل صح؟ اي. حلو. اليفنت. ما شاء الله يعني رسومات يعني جدا جميلة الأحرف، لكن يعني عملية تعليمية للغة الإنجليزية لكن بشكل فني بشكل كرتوني جميل. طبعا عبد الله يحب رسم السيايير. هذه شنو هذه اللوحة؟ هذه سيارة بوغاتي رسمتها من اليوتيوب. يعني لوحة جميلة جدا، خطوط رائعة، لاحظ خطوط. هذه شنو هذه؟ هذه أنا شفت من اليوتيوب رسمت روبوت بس بطريقة كرتونية. كرتونية. هذه من نفس الطريقة؟ أي هاي نفس الطريقة رسمت روبوت ثاني. تطول معاك اللوحات هذه؟ اي تطول تقريبا اخذت مني ساعة. ساعة تنقلها من مكان او شيء كذي؟ اشوف فيديو باليوتيوب وانقل منه. هذه شنو الشخصية هذه؟ هذه روبوت ثالث بس بطريقة اصغر شوية يعني كرتونية. شاطر. يلا خلينا نشوف بعد لوحات. هذه شنو هذه؟ هذه رسمة بطاط شاركت فيها بمسابقة إيكيا وتأهلت. ما شاء الله زين حلو. هذه سيارة بعد. اي شنو السيارة هذه؟ سيارة كوربت رسمتها من اليوتيوب بعد. حلو. بالوان شينية. الوان شينية. طولت معاك هذه؟ تقريبا خذت من نص ساعة. وهذه شنو؟ هذه رسمة من فيلم انسايد اوت حاولت اشوف من اليوتيوب وارسم نفس الشخصية. رسمة الوان شنو؟ الوان شينية. الوان شنو؟ كل الشكر لك يا عبد الله، وايضا كل الشكر لك يا عدنان، وايضا أمل. رسومات جدا جميلة قاعدين نلاحظها، يعني رسومات بين الوطنية وأيضا الكرتونية والشخصيات وغيرها. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ورد لكم مرة ثانية. طريقة الرسم بالأرقام. عالم الرسم ما له حدود، فالرسم له أساليب كثيرة ومتعددة، وواحد من هذه الأساليب الجديدة هو الرسم بالأرقام. تقدرون أصدقائنا الأطفال رسم شكل معين من خلال كتابة رقم أو مجموعة أرقام على الورقة علشان تسهل عليكم عمل رسمة مميزة. ومن مميزات هذا الأسلوب في الرسم هو تحويل رقم بسيط إلى رسمة مدهشة، وهذا الشيء يزيد الفضول عند الأطفال والرغبة في التعلم والتجربة. وانتوا أصدقائنا الأطفال، هل جربتوا ترسمون بالأرقام؟ شاركونا رسوماتكم وتجربتكم بهذه الطريقة على إيميل البرنامج. رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع فقرة الرسم الذكي. اليوم معانا رسمة جدا جميلة اللي هي برج التحرير. برج التحرير برج يعني في مجموعة من الأشكال المختلفة من خطوط من مربعات من مثلثات، يختلف اختلاف كلي عن الحلقة اللي طافت ان رسمنا برج أبراج الكويت، يعني فقط اعتقد مثلثات ودوائر.
نلاحظ الآن شلون طريقة رسم برج التحرير، يعتمد على يعني مربع ودائرة بيضاوية. نبدأ أول شيء برسم، في البداية في أي رسمة أصدقاء الأطفال نسوي سكتش بسيط على اللوحة، بعدين نبدأ برسم فوق هذا السكتش عشان شوية تعدل اللوحة. نبدأ أول شيء بالمربع اللي قلنا عنه، واللي تحت تكون البيضاوية اللي قلنا عنها قبل شوي. الآن يبدأ الرسم البسيط، لاحظ مربع ودائرة، بعدها نبدأ عاد عملية الترميم البسيطة للبرج بهذا الشكل. نبدأ أول شيء بشوية خفيف، بعدين يبدأ يثقل البرج بهذا الشكل. هناك مجموعة من خطوط يعني متناسقة. نبدأ الآن بالتلوين، نحط خط بسيط تحت عشان نعرف الحدود اللي احنا راح نرسمها. احنا طبعا نسوي شكل يعني بسيط جدا، يعني ما يكون في اي تعقيدات عشان نقدر نتعلم شلون طريقة رسم هذا البرج الجميل. الألوان الثانية اللي هو الألوان الزرقاء أو السماوية، ونعطي شوية لون يعني يميل إلى اللون الرمادي بهذا الشكل. سوينا برج التحرير. الآن كعادتنا نضيف بعض يعني الشغلات الحلوة اللي نقول نحط أبراج الكويت. في البداية لكن بنحط كشكل يعني نقول شكل دخان. ندور فرشة الدخان البخاخ، أعتقد يضبط معانا فرشة البخاخ. أي حلوة البخاخ. في هني شوية تصغر، كل ما قربنا تزيد. نحط اللون الأحمر تحت، اللون نزيد اللون الأسود بشكل آخر. الآن يعني نسوي مثل الطيران، شكل بسيط شوية للطيران يكون أسود. بهذا الشكل الجميل سوينا أبراج الكويت، وأيضا في موجود أعلام الكويت بشكل جميل جداً.
نعدل بس شوية الطيران، شوية بلا تعديلات بسيطة. بهذا الشكل البسيط سوينا برج التحرير وعلم الكويت وطيارات، يعني مطلعة علم الكويت. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع الآن فقرة بريد مرسمنا. عندنا مجموعة من اللوحات وصلتنا على إيميل البرنامج الموجود الحين على الشاشة. دائما ننوه أصدقاء الأطفال دزولنا رسوماتكم على الإيميل، تكون واضحة، يكون الاسم موجود، وأيضا كذلك أرقام تلفوناتكم عشان نقدر نتواصل معاكم. اليوم معانا مجموعة من أصدقائنا، صديقة البرنامج فاطمة محمد، العمر 7 سنوات، يعني رسمة وردتين حمراء وزرقاء بأشكال جميلة. نلاحظ يعني فيها نوع من الأشكال الحلوة اللي داخل اللوحة، أعتقد مرسومة بالألوان الخشبية. فاطمة محمد 7 سنوات. أيضا صديقة البرنامج مريم التميمي، يعني مجموعة من الزخرفة المتداخلة مع بعض، أشكال جميلة من مريم التميمي بالألوان الشينية، وأيضا يعني معطية خطوط باللون الرمادي أو اللون الأحمر. مريم التميمي، جنان المجدلي صديقة البرنامج، جنان راسمة لوحة جميلة جدا، يعني مثل الشجر اللي قاعد يتطاير، يعني في يعني حايشة هواء وفي شغلات قاعدة تطاير من الشجر الموجود، جميلة جدا وإتقان جميل جدا، وطريقة يعني إبراز الشغلات الصغيرة الموجودة بشكل جميل. أيضا كذلك ميلان الشجر اللي رسمته، لوحة جميلة، ألوان رائعة من جنان المجدلي صديقة البرنامج. كل الشكر لجنان، وأيضا كل الشكر لفاطمة ومريم على اللوحات الرائعة. أيضا كل الشكر لأصدقائنا الموجودين معنا بالاستديو، وكل الشكر لكم أصدقاء الأطفال. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.